الوقت 4000 موقع من بعد صدور القانون ديال 1388 ديال الملاءمة هبطنا 920. فهاد 920 الذين يتوفرون على شروط المقاولة الحقيقية ويستفيدون من بطاقة الصحفي المهنية وما أقل من 100. دي واحد ندوة كتميز بواحد الخصوصية كبيرة جدا. هاد الخصوصية ديالها هي واحد مقاطعة اللي هي مقاطعة رياض أكدال كمؤسسة ترابية فكرت في تنظيم هاد الندوة بشراكة مع الجامعة كتهم التواصل الترابي ودور وسائل الإعلام في تعزيز هاد النوع من التواصل. أولا هناك أهمية الموضوع، ولكن أنا بالنسبة لي اللي هو أهم من أهمية الموضوع مبادرة المقاطعة والجامعة باش يهتموا بمثل هذه المواضيع. أولا هذا من شأنه يقلص المسافة ديال التباعد الموجودة بين المؤسسات الدستورية في بلادنا ووسائل الإعلام. ثانيا هذا من شأنه باش يوسع النقاش في قضية كتهم المغاربة قاطبة، هو أداء الجماعة الترابية وصلاحيتها وفعاليتها. رابعا دائما هذا سوء الفهم بين وسائل الإعلام والجماعة الترابية وكل طرف يكلتهما إلى الآخر، نحن في حاجة إلى مكاشفة باش يمكننا نعرفوا أوجه الخلل، وبطبيعة الحال كل طرف عنده مسؤولية فيما يحدث. فلذلك الندوة بغض النظر على الأهمية ديال العروض اللي تلقات فيها ولقوها متخصصين ودكاترة أكاديميين، بالإضافة لهذ الأهمية ديال المضامين ديال المداخلات، الأهمية ديال المبادرة ديال الفكرة في حد ذاتها اللي كنتمناو تعمم أنه قطاعات أخرى اللي هي باقا بعيدة على وسائل الإعلام خصها تفكر في التجسير مد الجسور بينها وبين الرأي العام من خلال وسائل الإعلام باش يمكن وسائل الإعلام توجد مجالات ديال الاشتغال ديالها وتقلص الهوامش ديال التفاهة وديال الأمور الغير جدية اللي كتوجدها في كثير من وسائل الإعلام. اليوم برنامجنا أنه انفتحنا واحد عدد المؤسسات، مؤسسات ثقافية كيف ما قلت، أنه باعتبار أنه التراب ديال الجامعة ديال الجامعة ديال المقاطعة فيه جامعة محمد الخامس بكل مؤسساتها. كذلك كاين مؤسسات أخرى مهمة جدا، كذلك كاين جمعيات ديال المجتمع المدني عندها قوة وفاعلية وعندها التزام جاد في النشاط وفي العمل ديالها في التراب ديال المقاطعة، وهي شريك كذلك في هذا التدبير ديال هذه الأنشطة الثقافية. لذلك احنا درنا واحد عدد الأنشطة سواء في دار الحديث الحسنية وكانت سابقة، سواء مع المجلس العلمي المحلي وكانت سابقة، سواء في كلية علوم التربية، وأسبوع الماضي كانت في كلية العلوم بالرباط، واليوم في كلية الحقوق بالسويسي، وكلها ذات مواضيع عندها واحد الحساسية، مواضيع فكرية وعلمية اللي عندها الجاذبية للجيل ديال الشباب، الجيل ديال الشباب، لأنه كيف ما قلت سابقا منذ لحظة أنه الهرم السكاني ديال المغاربة اليوم شبابي شبابي، وما يمكنش حنا في المجلس نبقاو كندبروا فقط الحاجيات اللي كاينه والتدابير والمتطلبات اللي كترتبط بالاناره والخدمات اللي ممكن نقدموها في 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 المساحات الخضراء ولا في الامور، ولكن انه نفتحوا على هاد الشباب، وخص هاد الشباب حنا كذلك واجبنا القيام بالتاطير ديالو، يشراكوا يطلعوا على تاريخه على تاريخه على حضارته على ثقافته. نعلم انه اليوم الجماعات الترابية تقوم بعدة أدوار على مستويات متعددة ولها دور حاسم في مجال التنمية، ولكن يبقى ذلك محدودا وغير ذي أثر إذا لم يأخذ المواطنون علما به. من هنا يطرح دور الإعلام من أجل نقل هذه المعلومات ونقل كل ما تقوم به الجماعة والإخبار به بالنسبة للمواطن العادي الذي يعيش في هذه الجماعة، ويكون هو الذي قد أوصل المكتبة المسير لها عن طريق الانتخابات بصفة عامة. ولكن في نفس الوقت هذا الأمر يطرح إلى أي حد أو يطرح مسألة أساسية تروم التوقف عند إلى أي حد أن رجل الإعلام يجب أن يكون متملكا للمعطيات الترابية، خاصة فيما يتعلق بالمونوغرافيات وأيضا فيما يتعلق بمخاطبة كافة الفئات الاجتماعية الموجودة على المستوى الترابي. وبالتالي هذا اليوم هو يحاول فهم هذه العلاقة الموجودة بين الفاعل الترابي وبين الإعلام بصفة عامة.